السلام عليكم. عليكم السلام حبيب الله شادك، شلونك؟ هلا هلا هلا، شلونك؟ شابك شلون تمشي بابا انت؟ امشي ها؟ اريد اودي رساله للدوله. اي اريد اودي رساله للدوله، خذ تسمعني للدوله. اي انا اخوك معوض كل شهرين مره على استلم 150، وابوي متوفي وكومه لحم برقبتي، امه برقبته، وعند اخوات خمسه برقبتي، منين اجيب؟ يعني منين اجيب؟ 150 وين اوديه؟ المن كل شهرين وانا وديني المال، خلي يزيدوني، خلي يشوفون حالي، انا معوق طالع، اريد لنا وزير زين، واحد زين للشعب يفكر بينا، يقول خطيه على المواطنين العراقيين، يعني مين نجيب؟ تحياتي وشكرا. زين عمو انتو بس هاي ال 150؟ 150 والله انت كشار. وامك؟ انا وامي كلها برقبتي. زين خواتك ايش كثر؟ خواتي والله اربعه عندي. زين ماكو واحد يشتغل منهم؟ ماكو، فدان الكبير واخوك معوض. وشوفني، خلي يشوفون الدولة، خلي يشوفني الدولة كل شهرين وين اودي ال 150؟ امشي وياي علاء، امشي وياي، خلي يشوفني الدولة، خلي يشوفني، خلي يشوف حالي. انت هذا العوق عندك ولادي بابا؟ ولادي اي اي ولادي صار. زين والدك متوفي؟ والدي متوفي. زين ما عندك اخوة؟ ما عندي، فدان الكبير والله الكبير. زين بابا 150 ينطونك هاي ال 150 مال رعاية؟ مال رعاية الاستمرارية. نعم. زين المرحوم ابوك ما عنده راتب؟ عنده تقاعد كل شهرين وحولوه مدني، هو مفوض بالشرطة وحولوه مدني. اي اي واحنا عايشين علي وعلى رب العالمين. زين هاي ال 150 وين اوديه؟ اوقف بابا تتعب انت. وين اودي ال 150؟ وين قاعد انت بابا؟ انا قاعد بشارع النضال يا قصر الابيض. زين انت تجي التظاهرات؟ وياي هامي المسكين يساعدني، ما اقدر امشي. انت جاي للتظاهرات؟ جاي للتظاهرات نعم. وخلي يسمعوني. من يوم 25 هو بالمظاهرات اللي هسه انا وياه موجودين. من بدت المظاهرات دي هسه انا بيها، وخلي يسمعوني الدوله، وهذا حالي 150 وين اوديهن؟ سوونا 400. زين احنا من اعطيناكم الكراسي وانتخبناكم، غير تعطونا يا حراميه يا نشاله، مين نجيب؟ امبوك يعني مين؟ خلي يسمعونا، احنا نريد وزير زين، وزير يحن علينا، وزير يقول خطيه الشعب، هاي المعوقين شنو ذنبها؟ احنا ما نريد الا واحد يخلونا على الكرسي حرامي، اجيبوا يبوك اجيبوا يبوك، اريد لنا واحد زين، وزير زين يفكر بينا، مو يبوقون وياكلون الشبعان، ما يدرب الجوعان، حرام حرام وحرام، وتعبنا والله تعبنا، تعبنا والله تعبنا. أنا أشكرك عمو، إن شاء الله إن شاء الله الله ينصرك. وين صوتي يوصل إن شاء الله، إن شاء الله. مشاهد الكرام، يمكن بهذا الرجل المسكين أن تنتهي هاي الحلقة، لكن أريد أقول شيء. يعني هذا شو تقول له؟ من يطلع تظاهرات تقول له ارجع لبيتكم، شنو ضماناتك يرجع لبيته؟ وبعدين المشكلة أكو أزمة ثقة بينكم وبين هذا الشعب. أنت ما حد يثق بيك، لأن هذا ايش قد صار له؟ زين هذا إذا 150 وعنده خمس خوات وأم، وهذا أبو التوك توك يشتغل يشد على أهله، وهذا معوق، وذاك عاطل، وهذا ما مكمل دراسة، وذولا مو أفراد، خمسة وعشرة ومية وميتين، هذا تقريبا الشعب كله عايش بهذا المستوى. يا أخوان حرام، إنت يصير بهذا الشعب حرام، هذا الأسلوب حرام، هاي المنهجية حرام، هذا التقدير حرام، هاي طريقة الحكم حرام، هذه الكراسي حرام، أكلكم حرام، شربكم حرام، عيشتكم حرام. إنت يصير بهذا الشعب الأعزل ما سووا بكل بقاع الأرض، وتطلبون من عندهم أن يرجعون؟ زين شلون يرجعون؟ وطوا دماء وضحوا وقاتلوا في كل الأزمنة حتى يحمون هذا الوطن، أو تالي متالي تجون تاخذون هذا الوطن؟ إن شاء الله نصبح على وطن للعراقيين الأشراف، بلا فاسدين، بلا طغاة، بلا مارقين.